أشرقت شمس النهار على هؤلاء طواقم الإنقاذ، وهم لا يزالون يبحثون عن مفقودين داخل هذه البيوت المدنية، شهداء وأحياء تم إخراجهم من تحت الأنقاض، بيوت دمرت على رؤوس ساكنيها وهم نيام بقصف نفذه جيش الاحتلال مستخدما الطائرات الحربية. طواقم الدفاع المدني الآن تقوم بعملية انتشال الشهداء. للأسف الشهداء، معظم الشهداء مسنين وأطفال ورضع، حتى أننا يعني الكل هنا مصدوم متفاجئ من المكان. البيوت هذه تقع في شارع الوحدة بمدينة غزة، تعرضت إلى هجوم واسع منذ منتصف الليل، دمار واسع في الأبنية المدنية وتدميرا للطرقات في هذا الحي، والذي وقع دون سابق إنذار كما يقول السكان. هذا بدون إنذار، هذا بدون إنذار، لأنه هنا بنطلع الجثث لهالقيد، بنطلع الجثث ولهالقيد بنطلع في ناس عايشة، هذا بدون إنذار، هذه جريمة إسرائيل يجب أن تحاسب عليها. ضربين العمارات ضرب عشوائي بدون سابق إنذار على سكانها. مشهد يأتي مع تواصل عدوان الاحتلال لليوم السابع على التوالي، حيث وصل عدد الشهداء لأكثر من 180 شهيدا والجرحى لقرابة 1000 جريح. مشاهد الألم والدمار أصبحت في كل منطقة في غزة، ودولة الاحتلال تصر على مواصلة عدوانها غير مكترثة لكل النداءات الدولية لوقف عدوانها. شعب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.